السلام عليكم، ما سأكشفه لكم في هذه الحلقة لم تسمع به في أي قناة أخرى على الإطلاق. كما سنتعلم أشياء دقيقة ستجعلنا نكتشف أشياء خطيرة جدا ببساطة هنا في قناتكم كفاح بشكل حصري، فأنتم تستحقون المحتوى الذي يفتح العقول نحو فكر أكثر ووعي أكثر لمواجهة الخبث المحيط بنا في هذا المغرب. هذه هي العلاقات والجهود والأموال التي استنفذت من أجل إفشال حملة المقاطعة. ستتعرف على كيف تكشف انطلاقا من أشياء بسيطة شبكة علاقات خطيرة تمتد إلى شركات المقاطعة، إلى الإعلام، إلى شخصية في الدولة. شبكة علاقات ومعاملة سرية خطيرة تكتشفها انطلاقا من شيء بسيط جدا إذا استعملت عقلك وذكائك. علاقة تيليماروك ونيني بشركة إفريقيا واحتمال تمويل إعلانات لها في هذه الحملة. قد تقول لي أن هذا واضح وأن نيني واقف ضد الحملة وطلب بمقاطعة الشركات الأخرى عوض إفريقيا، وقد تقول لي كذلك يكفي أنه استطاع فتح قناة تعمل بالمغرب في ظل إغلاق الباب في وجه فتح أي قنوات خاصة أخرى، وقد تقول لي أن قناته مكلفة بلعب دور المعارضة الأنيقة في الأمور التي يسمح بها النظام للظهور أمام العالم بصورة ديمقراطية وأنيقة، لكن كل هذا يبقى مجرد كلام دون دليل ملموس. إذن أين هو الدليل؟ ربما وأنت تتصفح الفيسبوك في الأيام القليلة الماضية أيام المقاطعة شاهدت إعلانا لقناة تيليماروك، إعلان ممول يخدم مصلحة شركة إفريقيا بطريقة ذكية. إعلان لفيديو يظهر فيه ابن زيدان وهو يعلن تخلي الدولة عن دعم المحروقات. لم تجرؤ حكومة مغربية على أن تمس دعم المحروقات، ما الذي أدخلك في هذا الشرك الذي كان يمكن أن يطيح بحكومتك؟ يطيح إذا كان من الضروري أن يطيح بالحكومة يطيح، لكن أنا عندنا نحن أخ أحمد مثل يقول إذا عاش النصر يعيش أولاده. الهدف من الإعلان واضح وهو أن يقتنع المواطن والمشاهد أن ابن زيدان هو السبب في رفع أسعار المحروقات وليس شركة إفريقيا أو أخ النوش، لأنه قام برفع الدعم عن المحروقات. والعجيب هو أننا نعرف ذلك، وهنا محاولة تضليل المشاهد. فنحن لا نقاطع إفريقيا لأنها رفعت أسعار المحروقات، الثمن موحد بين كل الشركات تقريبا، بل نقاطعها بسبب الاحتكار وصفقات التأمين على حساب الشعب، ونعتبرها شركة تفسد وتخرب الاقتصاد وتقلل المنافسة الشريفة عن طريق تسخير القوة السياسية لمالكها من أجل التوسع أكثر والاحتكار أكثر. مثلا لماذا إفريقيا المملوكة لأخ النوش هي الوحيدة المسموح لها بعمل محطات وقود في مرجان المملوك للملك؟ ما رأيك؟ سياسة تخدم المال أليس كذلك؟ لماذا هذا الاحتكار؟ أين هي المنافسة؟ إذن الخلاصة، هذا الإعلان هو إعلان تضليلي للشعب. وهنا يطرح السؤال، ماذا ستربح تيليماروك من محاولة تضليل الناس والدفاع عن إفريقيا واستهداف ابن زيدان ونشر معلومات بديهية قصد التضليل؟ ماذا ستربح؟ أقول لك، الغريب هو أنها تصرف أموال على الإعلان، وأكيد أن ذلك ليس حبا في سواد عيون أخ النوش، بل ربما أكيد أن هناك أموال تحت الطاولة من إفريقيا لتيليماروك من أجل هذه الخدمة. قد تسألني، ولماذا لا تقوم إفريقيا بعمل هذا الإعلان بحسابها دون أن تلجأ إلى تيليماروك؟ ببساطة، لكي يكون للإعلان مصداقية، لأنه من طرف ثالث خارج الصراع، وأيضا شركة لا تستطيع اتهام شخص بشكل مباشر لأن هذا سيفتح النار عليها من طرفه وستعطيه الحق للرد عليها. ومن هذا الإعلان البسيط الذي ربما رأيته مرارا وتكرارا، إذا فكرت واستعملت عقلك تكتشف شبكة معقدة سرية من العلاقات والمصالح. طبعا هذا ليس دليلا قاطع بل مجرد تأويلات، لكن يصعب الرد عليها، لكن يبشركم فشل الإعلان. أيضا علاقة دانون بهسبريس، عندما تدخل اليوم لموقع هسبريس ستجد أن منشورهم حول اعتذار مدير دانون قد تم تثبيته في أعلى الصفحة لكي يصل لكل من يدخل الموقع. هل تفعل هسبريس هذا حبا في مدير دانون؟ لا، هذا أيضا في رأيي إعلان غير مباشر ويكشف ربما عن العلاقات المادية بين هذا الموقع وشركات المقاطعة، وهي علاقات ومعاملات سرية ما دام الموقع لا يقول ولا ينشر تلك المنشورات كإعلان رسمي واضح. أيضا هذا يفسر حتى تزوير الموقع لعنوان فيديو من أجل تضليل الناس وتخويفهم من المقاطعة، والدليل
هو خروج المحامي الذي ظهر في الفيديو بعد ذلك يشتكي من الموقع بل يرفع شكوى ضد الموقع. وخص العنوان محامي حملات شير ضد الأشخاص والشركات وعرض وكذا كذا. إذن هذا شيء أكد بأنه أنا حلا خرج للإعلام وتنقول لهم موقف سياسي معين ولا أرهب المقاطعين وتنحفظ الحق ديالي باش ندير مسطرة القانوني. فأكيد أن هسبريس لم يغامر كل هذه المغامرة حبا في تلك الشركات. قد تتساءل لماذا لم تتوجه دانون لشوف تيفي؟ ببساطة لأن شوف تيفي نفسها في قلب المقاطعة وخسرت جمهور كبير جدا ومنشوراتها لا تحقق أي تفاعل على الإطلاق وخسرت سمعتها وليس لها أي مصداقية على عكس هسبريس الذي كان يملك القليل من المصداقية بسبب تغطيته لأحداث جرادة ونقله لبعض أحداث الريف لكنه خسر هذه المصداقية البسيطة في هذه الحملة وباعها مقابل دراهمات قليلة. في النهاية فشلت كل تلك الجهود والخاسر الأكبر هو ذلك الإعلام الذي خسر مصداقيته وهي رأس ماله الأهم وخسرت شركات أموالها سواء بسبب المقاطعة وزيادة على ذلك خسرت أموال الإعلانات الفاشلة. ونحن تعلمنا في هذا الفيديو كيف نستطيع كشفهم من مجرد النظر إلى خلفيات إعلان بسيط. وأقول للإعلام المغربي نحن لا نطلب منك أن تدعم قضايا الشعب، لدينا إعلامنا الخاص وتفاعل الجمهور معنا رهيب، بل نطلب منكم فقط الحياد وأن تقوموا بنقل فقط ما يدور في الساحة بكل حيادية. لكننا اكتشفنا أنه لا يوجد إعلام محايد بل إعلام عبد للمال وأصحاب ذلك المال. إلى اللقاء ودمتم أحرارا. لمشاهدة الحلقة القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.